لا ثواني تليفوني رن. ازيك يا حبيبتي، جايه امتى النهارده؟ جايه فين يا بيبي؟ انا محترمه من النهارده. هسيبك من ورطه، لا طايره في ورطه. طب راح عليا وانا انت فكرك يعني لما تضربني انا اللي هحس؟ ما انت اللي هتحس يا ناصح. طب حلو، ما تخلينيش بقى مد ايدي عليا. اقسم بالله ده نفشخني فيها. هتفشخك، هفشخني يا بولس. طب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اقوم اخشني. الو، ايوه يا رانيا، اديني احمد والنبي. النمره غلط. احمد، انا عايز احمد. رانيا هو لسه ما جاش؟ النمره غلط. امال احمد هيتاخر النهارده ولا ايه؟ النمره غلط. هو ناوي يرجع الساعه كام؟ قول له مجدي بس. هو احنا ليه لما بنحط لحمه وفراخ على الترابيزه بتمشي؟ ايوه عشان مش باكل الحاجات دي. ليه ان شاء الله؟ انا فيجيتيريان. ايه فيجيتيريان حدي؟ يعني باكل نباتات كده. تاكلي نباتات؟ هو انت حشره؟ حشره ولا تت؟ تيجي البيت عندنا على عيني وعلى راسي. اما كل ما تشوفي وشي مش هلفي حبيبتي بقى يا حبيبتي، مش هلفي حبيبتي. ومن بين 7000 مليون بني ادم عايشين على كوكب الارض دلوقتي في 230 دوله، يا شاء ربك لا اله الا الله انك تتولد في الحته دي تحديدا، هنا اهو في مصر، وكمان تعيش فيها. ليه؟ قول لي اسم حيوان بحرف الالف. اسلام صاحبي. اسلام صاحبك ايه؟ اصله حيوان قوي. انا مالي حيوان ولا زفت يا سيدي، قول لي حيوان بحرف الصاد. صاحبي اسلام. يا سلام، اقول لك حيوان بحرف الميم هتقول لي. والله العظيم يا عم الحوار جه على السخان، والله العظيم هوب بيتخ، لقيت المخرج بيكلمني هوب بيتخ، يلا نخش الاستوديو هوب بيتخ، صورنا خلصت خلاص. هوب بيتخ كلمني، هوب بيتخ قدرني، مش هوب بيتخ فوب بيتخ وانا اخر طخ في الموضوع. الو. نعم. الو. ايوا. بونسوار. وانا بايدك اكسسوار. كيفك؟ الحمد لله. انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا ان انا اخون صاحبي. سيد خد اللبس وخلع، بيشتغل في قريه اوشن. فين؟ في قريه اوشن. فين؟ انت مش هتضرب بدي ولا ايه؟ ابوكي مات وساب لنا البيت عشان نفتحه مرقص. بتضحك يا هيام؟ والله لو اقول لامك تحكي لي ده. اهو ماشي. الله الله، دي وحشه قوي بس هشربها يعني. لا يا عم هشربها. لا طلباتك تتجوز ضابط. اتلم يا حرساجي، ده انا نص مصر العتيبه بتجري ورايا. تلاقيك مسجله خطر. امشي يا ابن المنكوبة. حاضر يا ماما. يا منى صح؟ جامد قوي اللي انت عملتيه هناك ده، وانت جديده هنا معانا ولا ايه؟ انا جنبك من زمان وديتك نص كمان، غششتك في امتحان واتقفشتنا يا جبان. ما اسميش منى يا حبيبي، اسمي سوزان. انت لازم تحلق. احلق لابويا يا وطيه، انتوا اتجننتوا يا جماعه؟ انا لا يمكن احلق لابويا فوق زي كده ابدا. لا احنا قصدنا تحلق شعر. لا ده انا احلق لابويا واحلق لامي واحلق لك واحلق لكم كلكم. انت معاك ايه؟ معايا حسن وعبد الله. ربنا يخليهم لك ويخليهم لي. هم مين دول يا متخلف؟ معرفش بقى، بيسالي تامر حسني. يا ولد انت، انا قصدي انت معاك شهادات ايه؟ معايا نحو الاميه. الحمد لله، يعني انت جاهل. لا معايا بكالوريوس شطار. لحد كده بقى وانا ما اقدرش افتن على حد. يعني انت مش عارف اساميهم؟ انا عارف اساميهم بس الفتنه مش كويسه سعادتك. يعني ينفع ان انا اوشب حد منهم؟ ايه اوشب حد منهم؟ اوشب حد لحد رجليا مش هترمد على جنه سعادتك. خد على الحج. اسمهم سعيد اردغان ومسامه منفخ. واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه. باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش زعلانه وكئيبه. Thank you.
كيف تفتح الباب من غير طرح انت؟ انت عارفه مين اللي هيخبط؟ ما لحقتش. فين عم سلامة؟ عايز منه ايه؟ وحشني. ما قعدتش، ولو وحشه كلمه على الموبايل. كلمته على الموبايل لقيته مكفول. شيعت له على الواتس ما ردش. بهجت؟ نعم. ومعه؟ نعم يا اختي. لما تتكلم مع المدرسة بتاعتك احتراما لها تتفضل تقوم تقف.